عزومه فسيخ لشاديه، وفسيخ بالبيتيفور لسميره احمد، وحكايه خناقه شهيره بين عبد الحليم وفريد الاطرش ابتدت في عيد الربيع. كل دي قصص اتنقلت لنا عبر الزمن في مجلات وجرايد من الزمن الجميل، وشفناها عبر صفحه بنكهه الزمان اسمها صفحه ريحه الورق. احنا النهارده هنحكي اكتر عن قصص النجوم وعلاقتهم بشم النسيف مع مؤسس صفحه ريحه الورق الكاتب محمد جلال فراج. صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمد، وخلينا نبدا من شاديه وحكايه اغنيه على نص رطل فسيخ مع المخرج حسن الامام. قصتها ازاي بدات؟ صباح الخير عليك يا استاذ مصطفى، وعليك يا استاذ منى، وعلى كل مصر. اولا انا عايز اشكركم على اتاحه فرصه ليا مشاركه برنامج صباح الخير يا مصر، وده برنامج من البرامج اللي شكلت وجداني انا شخصيا. يعني اي حد مواليد الثمانينات والتسعينات يشعر بالامتنان تجاه هذا البرنامج. نورتنا. ربنا يخليك. بالنسبه لشاديه، هو طبعا شم النسيم ده بالنسبه للصحافه زمان وحتى دلوقتي يعني، بس هي زمان كان المساله مركزه اكتر. يعني كان شم النسيم دي مناسبه عظيمه يعني للصحافه ومنجم ذهب. يعني كانوا خاصة المجلات الفنية كانت بتعمل ملفات وأعداد خاصة خلال شم النسيم مع طبعا الفنانين، والفنانين كانوا بيستغلوها فرصة للخروج بقى من حالة الضغط بتاعة الاستوديوهات والمسارح والحاجات دي. فإحنا لو بدأنا بشادية، يا شادية مثلا، هي الحكاية حدوتة ظريفة. هو حسن الإمام كان قاعد في بيته، رن جرس التليفون الارضي، بيقول الو مين؟ قالت له انا شاديه. طبعا هم كانوا ساعتها بيتفقوا على فيلم كده، فهو متخيل ان هي بتكلمه حاجه في الشغل. فقالت له يا حسن، وانا عرفت ان انت من المنصوره. قال لها انا من المنصوره. قالت له هو هي المنصوره مشهوره بايه؟ قال لها طبعا احاول اجاريها في الكلام. قال لها مشهوره بالبنات الحلوه. قالت له لا يا حسن، هي مشهوره اكتر بالفسيخ، انا عايزه نص رطل فسيخ يا حسن. كان ساعتها صباح يوم شم النسيم. طبعا حسن الامام اندهش من المكالمه الغريبه دي، لكن هو طبعا جاب لها الفسيخ. لكن حسن الامام طبعا كان متعدد المواهب، فهو عمل لها قصيده كده منطق الشعر الحلمنتيشي شويه، حتى هي الكواكب في عدد 11 ابريل 1960 نشرتها كامله. يعني مش هينفع نقولها كلها، بس ممكن نقول اول بيتين. يعني هي قصيده لطيفه جدا. يعني هو بيقول لها الناس يا شاديه بتطلب غدوه او عشوه، لكن سعادتك يا شاديه بتطلبي رشوه. طلبتي مني يا حلوه نص رطل فسيخ، الله يجازي النسيم ما تبطلي تلبيخ. يعني طبعا يعني القصيده مكمله بنفس المنطق. بس هي دي كانت الروح التيمة الجميلة يعني. اللي بين الفنانين، واللي كانت بتطلع خاصة في المناسبات السعيدة اللي على رأسها شم النسيم طبعا ورمضان والأعياد. وكانت الصحافة الفنية لها بالمرصاد، يعني كانت بترصد كل المواقف اللي زي دي. وكانوا الفنانين كمان نفسهم هم بيبقوا حريصين ان يكلموا اصدقائهم الصحفيين، احنا عندنا حاجه في المسرح الفلاني، عندنا حاجه في الاستوديو الفلاني واحنا بنصور، فهناكل فسيخ، لما تيجوا تاكلوا معانا. طبعا كان في حاله صداقه جميله بين صحفيين الفن والفنانين، وحاله صحيح. احترام متبادل يعني كان اكتر شويه من اللي موجود دلوقتي. طيب شادية كان لها مواقف تانية، واضح انها يعني كانت لها حاجات تانية. ايه حكاية الفسيخ بالبيتيفور؟ لا، هي ولا ده مش شادية كانت شادية؟ روح خفيفة طول الوقت، يعني في كل حواراتها في الخمسينات والستينات. لا يعني انت بتتكلمي مع بني ادمه هي مثال للخف على الارض، يعني طبعا خفة دم ولطف غير عادي مع كل زمايلها. ومع يعني تقريبا في نفس الفترة دي، في أواخر الستينات أو حاجة زي كده، كان آخر ساعة عملت تحقيق كبير كده، أو
تقرير كبير على صفحتين، كان موضوعه الرئيسي ان شادية كانت لقت فطين عبد الوهاب القميص بتاعه مقطوع، فقالت له لا اقلع القميص وسيبك التصوير دلوقتي وتعالى خيطه لك. قعدت تخيطه جوه الاستوديو، فكان ساعتها قد فاروق ايه ابراهيم لطيفة المصور وطبيعية الكبير يعني. موجود، فصور الموقف بحذافيره وبقت صور خالدة يعني في الصحافة. فهي شادية موقفها كتير، حتى مش في شم النسيم بس يعني. أكيد. وغير شادية الحقيقة كان في يعني طول الوقت، فنانين طول الوقت كتير. يعني بيبقى في مواقف للفنانين مرتبطة بشم النسيم صحيح. ورصدتها الصحافة. والحقيقة زي ما كان في مواقف حلوة، كان في مواقف تانية أحيانا ده أنت بتبقى عبارة بتتكلم عن على مقالب، الفصحى اللي أحيانا لم تتم ما بين بتبقى مواقف حزينة زي فاتن حمامة وعمر مثلا الشريف. محرر كواكب كان بيسأل بعض الفنانين على ذكرياتهم مع شم النسيم، فراح بيسأل ليلى فوزي فبيقول لها أنت إيه ذكرياتك عن شم النسيم؟ فليلى الحقيقة قالت له أنا ما بحبش شم النسيم لأن ذكرياتي فيه مؤلمة. قال لها ليه؟ قالت له لأني أنا للأسف شم النسيم ده كان أفضل مناسبة ليا أنا وأنور وجدي. طبعا هي السيدة ليلى فوزي كانت الزوجة الأخيرة لأنور وجدي، وأنور وجدي كان بيعشق هذه المناسبة وكان بيوقف كل معاملاته والتصوير وأي حاجة علشان يقضي أيام شم النسيم مع ليلى، فدي كانت أعظم ذكرى بالنسبة لهم. ويشاء القدر إن أنور وجدي في أيامه الأخيرة يقضيها طبعا كما هو معروف يعني قضى أي فترة مرض كبيرة يعني صحيح. في لندن، ويموت برضه في تقريبا بعد شم النسيم بيوم أو حاجة. وقبل ما يموت كان قبل ما يخش الغيبوبة الأخيرة ليلى بتحكي يعني المحرر الكواكب بتقول هو فاق، قال لها يا ليلى النهارده شم النسيم احنا المفروض كنا نقضيه في كذا وكذا، وقعد يفتكر معاها الذكريات الذكريات الحلوة الجميلة. اللي بينهم، وبعد صحيح. كده للأسف دخل في غيبوبة. فغيبوا. فهي عشان كده بتقول أنا ما بحبش شم النسيم يعني. طب أستاذ محمد، أستاذ محمد اتفضل. يعني خلينا نروح لفاتن حمامة وعمر الشريف. كان في الصحف الفنية كتبت عن حكاية فسحة لم تتم بينهما، ده كان قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ لا هو بعد الزواج طبعا، هو فاتن حمامه وعمر الشريف كانوا رايحين، هو كانوا متعودين طول الوقت ان هم بيقضوه بره القاهره يعني، وكانت الحقيقه الفيوم كان مكان مثالي لفنانين الفتره دي العهد ده يعني الخمسينات والستينات، حتى بنشوف ده في الافلام يعني فيوم والاوبرشي والحاجات دي، فده كان مكان مثالي لاكثر من سبب. اولا فيوم كان فيها الكوبيرج ده كان من اهم طبعا. الفنادق وما زال يعني اللي موجوده في مصر ساعتها يعني، وكان الفيوم ميزتها انها كانت بتميز بيئه ريفيه وفي نفس الوقت قريبه من القاهره يعني مش هياخد وقت طويل يعني، وممكن يرجعوا اخر النهار او يرجعوا تاني يوم الصبح وكده يعني. فعمر الشريف كان في يوم شم النسيم قد فاتن حمامة وخد شارع الهرم. طبعا شارع الهرم كان ما كانش زي دلوقتي، كان فاضي تماما يعني وأشجار وحاجات زي ما بنشوفها في الأفلام. فهو عمر الشريف كان يعني من سماته الأساسية إن هو متهور في السواقة يعني، فساق سريع جدا يعني لدرجة العربية ما استحملتش يعني، فجت في نص شارع الهرم راحت واقفة. وتحول بقى اليوم من ان هي فاتن وبتمني نفسها بيوم لطيف يعني في الفيوم وحاجات، لاني قضت نص اليوم في شارع الهرم اللي هو كان يعتبر ساعتها ما كانش عمران قوي يعني، في حته كانت شبه مقطوعه، ف قبلت بقى ما بداوا يشوفوا ايه اللي حصل وايه الدنيا وهيعملوا ايه، فكان اليوم ضعف فرجعوا بيتهم يعني. طيب، في فنانين دي بيبقى لهم حكاية. خفة ظل مشهورة وبيبقى عندهم كده روح الدعابة عالية. المليجي وهند رستم وبلانتي عبد الحميد كان من نصيبهم مقالب في شم النسيم. احكي لنا التفاصيل.
هو هي الكواكب الحقيقة من أكثر المجلات اللي رصدت ده. يعني هي مثلا في عدد مايو سنة 56 عملت ملف كامل عن فسيخ، وعملت الغلاف بتاع الجورنان ساعتها، أو غلاف المجلة ساعتها برضو عن نفس الموضوع. والملف كان نجوم وفسيخ وبصل في عيد الربيع. فكانت بتتكلم عن ان الاستوديوهات بتتحول اليوم ده، لان هو ما بيبقاش مكان ملائم للشغل. يعني في اوردرات بتتلغي، وفي حاجات ما بتكملش، وفي لان بيبقى المكان كله فسيخ. وطبعا كان الاستوديو بيتحول لبيت، فبيبقى دايما الفنانه اللي موجوده في الاستوديو هي بمثابه الام. فبتلاقي هند رستم هي اللي بتجيب الفسيخ وتقعد تفصص للناس، وبتلاقي وداد حمدي مثلا ليها صوره شهيره وهي ماسكه الفسيخه كده وبتعملها، وبتلاقي عائله راتب في المسرح في أواخر الأربعينات وأول الخمسينات. هي الحقيقة الحكايات لا يمل منها، يعني من الفنانين. والصحافة زي ما قلت لحضرتك، هي كانت بالنسبة لها شم نسيم ده هو منجم ذهب، لأن طبعا كانت المجلات بتلاقي غلاف حلو تعمله، بتلاقي ملف حلو تعمله. والصحافة الخفيفة زي ما كان الفترة دي دسمة بالأحداث السياسية، فكان القارئ بيدور على حاجات خفيفة من نوعية الملفات صحيح، اللي زي كده. مفهوم الموضوع جدا. طب استمر الحقيقة، خلينا ننتقل هو يمكن للخناقة، أقل يعني شوية بعيدا عن دلوقتي المقالب. مع انحسار دور الصحافة المركز شوية. حضرتك سامعني؟ نعم يا فندم. بعيدا عن المقالب، خلينا نروح للخناقة الشهيرة ما بين عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش. كان في خناقة رصدتها المجلات في عيد شم النسيم، القصة بدأت إزاي؟ هي قصة خناقة عبد الحليم وفريد. هي الحقيقة هو ده خلاف شهير جدا. بدايته كانت في حفل عيد الربيع. هو شم النسيم ده بالنسبة للفنانين كان حفلة عيد الربيع، دي هي من أهم حفلات الموسم. يعني كانوا الفنانين بيتباروا في اللي يخرج في حفلة عيد الربيع ويبقى ليه فقرة طويلة يعني. فكان أشهر من غنى في حفلة عيد الربيع هو صاحب أغنية وادي الربيع عاد من تاني، وهو فريد الأطرش. فحفلة عيد الربيع فضلت مرتبطة باسمه، ودي كانت حفلة اللي بتبقى ليلة شم النسيم. يعني كانت مرتبطة باسمه لمدة مثلا 20 25 سنة، يعني لحد ما جه في سنة 65 تقريبا هو عمل آخر حفلة فريد الأطرش. وبعد كده أو 66، وبعد كده فريد الأطرش كان ساعتها متاعبه الصحية زادت قوي. هو كان بيعاني من مرض تضخم القلب يعني، والموضوع زاد شوية. فقعد شوية حوالي من 3 ل 4 سنين وهو في بيته في بيروت، ما كانش بيخرج يعني، بأمر الأطباء الحقيقة. لأن هو فريد الأطرش كان كتلة نشاط، لكن جو فترة الأطباء قالوا له أنت لو خرجت هتموت. فلحد ما بدأ يتعافى شوية، وأعلن عن حفلة عيد الربيع سنة 70 حفلة لفريد الأطرش. فطبعا ده كان حدث جلل يعني، لأنه 5 سنين وفريد الأطرش ما بيطلعش في عيد الربيع، والناس كانت واخدة عليه بقى لها 25 سنة. لكن في الفترة اللي غاب فيها فريد الأطرش ارتبطت حفلة عيد الربيع بعبد الحليم حافظ. فيمكن من هنا، طبعا هما كانوا بني آدمين يعني، يمكن من هنا اتخلقت غيرة شوية بين عبد الحليم وفريد، خصوصا ان هنا كان في شوية بواقي خلافات قديمة يعني. والحقيقة الصحافة ما توصتش يعني كالعادة، وده مش عيب في الصحافة يعني. الصحافة بدأت تلقط الخيط ده، وبدأت شوية تضخمه وتتكلم تزود عليه. التوابل.
على الخلاف بين عبد الحليم وفريد الأطرش، وبدأ عبد الحليم يقول كلام لصحفيين أصدقائه فتطلع بشكل حوارات، فيبقى في تصريحات شافها فريد الأطرش إنها مسيئة ليه، وكل ده كان ليه علاقة بحفلة عيد الربيع اللي هي كانت سبب بالبلدي كده أو بمنطق تعبيرات الأيام دي العركة الفنية اللي بين فريد وعبد الترند الحليم. يعني بمقاييس هذا الزمان، مجهود كبير جدا حضرتك عامله في صفحة ريحة الورق. كنا نحيي هذه القصص ونتكلم عليها في المناسبات ونسمع نجوم الفن في الوقت ده كان عامل ازاي، ده شيء مشوق جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد جلال فراج، كاتب ومؤسس صفحة ريحة الورق، على كل المجهود المبذول على رصد ملامح شم النسيم في زمن الفن الجميل. أكيد.